مذهب الترقية. علي مع الحسين عليهما السلام من الجنة إلى الحفرة، الله تعالى نازل صاعد. القمي ابن قولوي في كامل الزيارات عن البصري القصري قال: دخلت المدينة فأتيت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: جعلت فداك، أتيتك ولم أزر قبر أمير المؤمنين عليه السلام. قال عليه السلام: بئس ما صنعت، لولا أنك من شيعتنا ما نظرت إليك. ألا تزور من يزوره الله تعالى مع الملائكة ويزوره الأنبياء مع المؤمنين؟ قلت: جعلت فداك، ما علمت ذلك. قال عليه السلام: اعلم إن أمير المؤمنين عليه السلام أفضل عند الله من الأئمة كلهم، وله ثواب أعمالهم، وعلى قدر أعمالهم فضلوا. التجسيم الأسوأ والأفحش. أليس علي عليه السلام شهيدا؟ أليس علي عليه السلام في الجنة؟ هل أضاع الأنبياء والملائكة عليا؟ هل أضاع الله تعالى علي والحسين؟ لماذا يهبط وينزل الله سبحانه كل ليلة جمعة وزيادة لزيارة قبر علي عليه السلام الفارغ؟ هل كان وما زال الله سبحانه وتعالى يقصد قبر علي عليه السلام وبناءه وترابه وحجارته وصناديقه وشبابيكه وقببه وأبوابه وستائره للاستغاثة بها وطلب المدد والعون للعثور على علي والحسين عليهما السلام اللذين أضاعهما الله سبحانه وتعالى وملائكته وأنبياؤه ورسله عليهما السلام؟ أساتذتنا السيستاني والمراجع، أجيبوا استفهامات التجسيم والخرافة بصدق وعلم وبصراحة ووضوح وبدون ترقيع وتدليس وتلبيس، وادفعوا فتن تراث التجسيم والقبورية والخرافة، وإلا فالوزر كله عليكم. الله يهبط مع الملائكة والأنبياء لزيارة القبر، هل أضاع الحسين؟ في كامل الزيارات ابن قولوي القمي يروي عن صفوان الجمال أنه قال: لما أتى أبو عبد الله الصادق عليه السلام الحيرة، قال عليه السلام لي: هل لك في قبر الحسين عليه السلام؟ قلت: وتزوره جعلت فداك؟ قال عليه السلام: وكيف لا أزوره والله يزوره في كل ليلة جمعة، يهبط مع الملائكة إليه والأنبياء والأوصياء، ومحمد أفضل الأنبياء ونحن أفضل الأوصياء. قلت: جعلت فداك، فتزوره في كل جمعة حتى تدرك زيارة الرب. قال عليه السلام: نعم يا صفوان، إلزم ذلك، يكتب لك زيارة قبر الحسين عليه السلام، وذلك تفضيل وذلك تفضيل. المرجع المهندس الصرخي الحسني.